شو بتخبرينا عن الستايل اللي بدك تعتمديه مع الفنانين بمسلسل شو؟ أول شيء اللي هو المسلسل شوي جديد علي لأنه راح يكون بيئة سورية، يعني كمان فيه شوي داعش وفيه مسلحين وفيه يعني فيه مودرن وفيه بنفس الوقت قصص خاصة بالحرب. مع الفنانة نسرين طافش كتير اللوك هيك ناعم وملائكة، أوكي كتير براكتيكال ألوان الباستيل، أوكي بينما باسم ياخور ستيل محامي كلاسيك، وكيف الحرب بتغير بشكل يعني وبستيل الإنسان بس الواحد يصير يواجه مشاكل. سوزان نجم الدين طالعة بدون ميك اب أبداً أبداً، ولا حتى باودر ولا حتى رموش ولا حتى قصينا لها شعرها ومش طالعة شقرة، فهذا التغيير كتير جذري بمسيرتها، ولا مرة طالعة هيك هي. مع مدام منى واصف كمان طالعة بشيء جديد، يعني هو أكثر بيشبه البيئة السورية مع شوية جماليات بالصورة وألوان حلوة. طبعا إخراج رشا شربتجي، لا يعني هي عاملة شيء هيك يعني حساس كتير، حتى بالصورة الألوان التياب ما فيهم كتير بهرجة. شو بتحسي شيء مميز بهيدا المسلسل اعتمدتيه ما اعتمدتيه قبل بمسلسلات وأعمال سابقة؟ لصراحة يعني هيدا أول مسلسل بيكون بيور سوري بيشتغله، ما بيكون له علاقة بالفاشن، يعني ما في أي لينك له علاقة بالموضة، له بس علاقة بالشخصيات كشخصية. لأنه بتعرف اليوم إذا كنا عم نصور بنت بلبنان، دايما البنت بلبنان بيكون لها لينك على الموضة بشكل أو بآخر. نحن عم نحكي هلأ عن مجتمع عنده حرب، بس بدنا نفرج الجماليات تبع الشخصية هي بحد ذاتها. أنت قبل ما تشتغلي بهيدا المسلسل تعرفتي أكثر على المجتمع السوري وعملتي ريشيرش لتشوفي أكثر شو بيلبسوا وكيف عاداتهم وتقاليدهم؟ أكيد. نحن طلعنا قعدنا فترة، وأنا يعني يلي للناس يلي ما بتعرف أصلي سوري، بي أنا سوري وأهل بي هونيك عايشين، فأنا أصلا قريبة من المجتمع السوري. وكمان طلعنا شفنا أكثر هلأ الناس كيف صار يعني عم تتشكل بالنسبة لبعض بعد الظروف اللي صارت، وكيف يعني كيف صارت الناس العادات تبعها شو بتلبس أكثر. كل إنسان بيحلم بعمل يحط فيه لمسته المميزة، أنت في شيء عمل معين بتحلمي إنه هيدا العمل أنت تشاركي فيه وتحطي لمستك بعد ما قدرت استعملتيها قبل؟ ليكي بكل بروجكت بيجي بحس إنه أنا بدي أحط شيء فيه ما حطيته قبل، ويمكن كرمال هيك أنا الحمد لله بعدني يعني بشتغل بالسوق. بس أنا بحس إنه أكيد 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 في عمل تاريخي، مشروع عمل تاريخي فانتازيا رح بيكون في إلي بصمة كتير فيه، بما أنه ما رح نكون كتير فدال للتاريخ على يعني هو مثل ستيل حريم السلطان، فرح يكون عندي مساحة أكتر أنه أنا أشتغل وفرج ستيلي.